إصابة 6 أشخاص نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مستشفى الصدر في البصرة. أعلنت مديرية الدفاع المدني إصابة 6 أشخاص نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة. وذكرت المديرية في بيان أن المفارز في مركز شهداء العراق وبأمرة العقيد أحمد صبيح قاسم ضابط المركز تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع داخل كافتيريا المستشفى أعلاه بسبب تسرب غاز الطبخ، والتي أدت إلى إصابة 6 أشخاص نتيجة تطاير شظايا الزجاج ومواد ومحتويات الكافتيريا. وأضافت تمت السيطرة على الحادث وأخماد النيران بكل مهنية وبوقت قياسي حال دون توسعها إلى باقي أنحاء المستشفى بعد إخراج المصابين وإسعافهم من قبل كادر المستشفى قبل وصول فرقنا. يمكن هذه الأخبار دائما ننوه عليها من الحوادث اللي تصير داخل المستشفيات، داخل مراكز تجارية، داخل مباني ما معينة نتيجة أسطوانة الغاز. في بعض الأحيان مرات يقول لك بأغلب البيوت طفوا قنينة الغاز، لأن مرات أغلب القناني هذه الغاز تتسرب فيها فتحات تسرب، فبالتالي أي شيء ممكن يؤثر على هذا الغاز يصير اندلاع بشكل كبير. فبهيك أماكن وبمستشفيات وبعدم الرقابة والسلامة والإجراءات السلامة بهاي المستشفى بسبب أسطوانة الغاز من داخل المطبخ، أتوقع هذا عدم إدراك العاملين بحفاظ على السلامه وعدم اخذهم الوعي يعني الاجراءات انه هم يطفون الاشياء اللي ممكن تضر وممكن تسبب الغاز.